قلتلكيش حاجة؟ لا. طب شفتي ايه في عينيه؟ طب بصي بقى، اللي هقولك عليه تحطي حلقة في ودانك وتنفذيه بالحرف الواحد. كل اللي شوف لهم كوم، وعبد العزيز ده كوم تاني خالص، وطالما هو ما زعلش يبقى اكيد في حاجه في دماغه. طب عليا بالجزمه مش هيبقى ليها عين تبصلك تاني ولا تروح ناحيه الفيلا بعد اللي حصل. سلامه كمان. مش يبقى مفيش غيرك انتي وزوز ده؟ ايوه بس الموضوع مش سهل قوي كده يا بنت. هو في حاجه تيجي مش سهل برضه؟ المهم هتكسبي ايه في الاخر يا هلا؟ مصحاش الصبح الاقي عزرائيل زرنا؟ شيخ حرام عليكي ده يا بنت، ابوكي ده راجل فقري. الود وده يجوزك واحد فقري زيه شحات. بس انا مش هسكت له وهقف له. والله العظيم ابويا ده غلبان معاكي قوي. انت اللي مفتريه مفتريه. ايه يا بنت؟ انت معايا ولا معاه؟ على حسب يعني. على حسب ايه بس؟ ابوكي ده لو شم خبر ان انت عايزه تتجوزي عبد العزيز ولا بترسمي عليه هيقوم الدنيا. مش هقعدها، مش بعيد يقعدك في البيت. لا يا اما تسمعي كلامي وتعيشي في القصور وتلعبي بفلوس لعب، يا اما تمشي ورا ابوكي وتبيعي بيض وسميط. صباح الفل. يا صباح النور. يلا كويس انك ما نزلتيش، تعالي افطري معايا. الهنا على قلبك. المجروع؟ اندهلك؟ لا. عامله ايه في الشغل؟ الحمد لله. لسه يا هلا برضه مصممه على الشغل؟ كنت عاوزك تجيبي المحل. ايه ده؟ انت جبت المحل بجد؟ امال ايه؟ انت فاكراني بهزر؟ وفرشته امبارح. الله عليك. وهفتح النهارده. انا مبسوطه قوي يابا انك عملت كده. انا هكلم عبد العزيز بيه النهارده، امشي بدري علشان اجي لك. مبسوطه يا هلا عشان ابوكي؟ قوي 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 يابا. انا مبسوطه علشان انت عملت اللي انت عايزه. يا حبيبي ربنا يخليك لي. انت مش هتكمل فطارك ولا ايه؟ ناديلي هتفطر. حاضر. بالسلامه يا حبيبي. بالسلامه. محل؟ محل ايه بقى ان شاء الله؟ سميط ولا بيض وجبنه؟ بلا خيبه، الموقوس موقوس ولو علقه في رقبته فانوس. فسحي يا ام فسحي، بس عديني كده والنبي عديني. يا اختي انا مش فاهمه العيله المجانين اللي انا عايشه معاهم دي. انا عايزاكي تستريحي وتنامي وما تفكريش في اي حاجه. عايزاكي بكره تكوني احلى عروسه في الدنيا. تعالي يا سلمى اقعدي، انا عايزاكي. انا عمري ما هكون مستريحه طول ما انا شايفاكي كده. بس انا كويسه. لا انا حاسه انك تعبانه، وتعبك ده مخليني لا يمكن اكون مبسوطه. اللي حاساه مش تعب على قد ما هو حيره. ما تفكريش، ما تدوريش على الحب يا سلمى. الحب هيجيلك لحد عندك، حد لا يمكن تتخيلي انه يكون ليكي او معاكي. حد الحب بالنسبه له مش ان هو يكون حب امتلاك، لا الحب بالنسبه له انه يضحي بحاجات كتيره قوي لمجرد انه يشوفك مبسوطه. حاسه انه بعيد عني قوي، وانا ما بستحقش ده. انت جميله وطيبه قوي، تباني قويه لكن الحقيقة إنك بتحاولي تهزيمي ضعفك بتصرفاتك اللي تبان حادة دي. عيشي زي ما قلبك يقولك يا سلمى. الدنيا صعبة قوي والضعيف فيها ملوش مكان. وإيه علاقة الحب بالضعف؟ يعني أنا مش غلطانة إني سبت سرور. بالعكس، ده أكتر قرار صح خدتيه في حياتك. بصي يا حبيبتي، أنا قلت لتميمة تقول لعالية إن أنا جاية أقعد معاها الأسبوع ده. لا يا سلمى، انت مش هتسيبي بيتك ابدا.
يا حبيبتي ده اسبوع وبعدين هرجع تاني. وهو فتحي غريب؟ ما احنا طول الوقت متعودين ان احنا عايشين مع بعض. يا حبيبتي يا روحي ده اسبوع وبعدين انا عايزاكوا تقعدوا مع بعض اسبوع لوحدكم، اسبوع عسل كده. جليل انا بحبك قوي، بحبك قوي قوي، ومفيش حد في الدنيا اغلى منك. والنبي البيجامة بتاعت عالية طلعت مظبوطة بالظبط عليا. يا اختي لابسة بيجامة لابسة جلابية دايما موزة. انتي اللي موزة يا موزة. انتوا يا موزتين يعني انا بعمل اكلة تاكلوا معايا؟ لا انا مش جعانة خالص. طيب ايه ده؟ ايه؟ يا ست الزغارة دي. ده انا نسيت اقول لكم مش خطوبة امير زياد النهاردة؟ طب ما نروح نبارك لهم يا جماعة. طب يلا يلا يلا.